والساء الميم لام من الزلفي يقول: قرأت في كتاب أنه لا يجوز البكاء على الميت لأنه يعذب ببكاء أهله عليه، فكيف البكاء المراد؟ هو بكاء عادي أم بكاء النياحة؟ وبأيهما يعذب؟ وهل في ذلك أخذ له بخطيئة غيره؟ نرجو إيضاح ذلك، جزاكم الله خيرا. الحديث لا ليس فيه يعذب ببكاء أهله، وإنما فيه أنه يعذب بما نيح عليه النياحة، وهي رفع الصوت وتعداد محاسن الميت على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. هذا هو المحرم، هو الذي يعذب به الميت في قبره كما جاء في الحديث. وأما كونه يعذب بفعل غيره فهذا العلماء فيه إجابات، منهم من قال إنه يعذب بذلك إذا كان يرضى به وهو حي وأوصى بذلك، ومنهم من قال إن معنى يعذب يعني يتألم، يؤلمه ذلك ويتضايق من هذا العمل ويكرهه. نعم، وعلى كل حال الحديث صحيح في أن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذا مما يوجب على أقارب الميت الصبر والاحتساب وحبس اللسان عن الكلام المحرم، وحبس اليد عن ضرب الخدود وشق الجيوب، وحبس النفس عن الجزع والتسخط.